السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نعات أهل عقود. النهاردة يا جماعة هصور لكم شغل جديد عند أحمد السوري في سوق الخميس المطرية. زي ما انتم شايفين كده احنا في الشارع اللي كله نخل اللي قدام مستشفى المطرية باب العيادات الخارجية. لو جاية اتجاه المترو تنزلي حلمية الزيتون وتاخدي توك توك لحد باب العيادات الخارجية، خش الشارع اللي قصاده على طول هتلاقي كل الشغل ده عند أحمد السوري في آخر الشارع. احنا كده في آخر الشارع خالص، وأول الشارع هناك المستشفى باب العيادات الخارجيه. نبتدي كده ونقول بسم الله بس ما تنسيش باللايك. ده كده ماتشنج مع بعض، ده كده كابوتونيه وده خامه ما شاء الله، الاثنين كابوتونيه. قول لي بقى يا عم احمد الاشكال دي تتعمل ايه؟ كابوتونيه يتشد بيها دي ولا يتعمل بيها ايه؟ تشد بيها صالونات، تعمل كسوه وتعمل فرش كنب، تعمل بيضات. حلو، الاثنين ماتشنج مع بعض. ده كتان، ده خامه كتان. ماشي، المتر بكام قلنا الكابوتونيه؟ ب65 جنيه. 65 جنيه. 65 جنيه. 75 جنيه. 75. استنى بقى، الكرواتش ده عرضه قد ايه؟ متر ونص. متر ونص. ده زي صفاء فرنساوي ولا تركي؟ تركي. حلو قوي الخامه بتاعتها، بصوا فيها لمعه فظيعه واللون الذهبي عشان الناس اللي عماله تسال على الذهب اهو. جولد. الفشتكه ده بقى ما فيش الا هو اللي بالشكل ده. اللون ده بس. اللون ده للاسف كان عنده جميع الالوان يا جماعه بس خلصت. دلوقتي عنده الكابوتونيه ده المتر قلت بكام؟ ب 75. الجوبلان. الجوبلان ده قطن. ايه ده الجوبلان ده طقم. ده الكنب. ده الكنب، بصوا ده الكنب اهي. طقم بيبتدي من 600 جنيه وبقيه اشكاله هتبقى معروضه باذن الله الاسبوع الجاي. وده شانيل. طقم كامل. واللطيفه. كراسي وكنب. حلو قوي. ده اربع كراسي وكنب. ده ايه ده؟ تصاميم صالون ولا كنب انتريه؟ تصاميم صالون مش انتريه. اربع كراسي وكنبه. وكنبه بس انت طبعا مش هتديها كنبه، هتديها كنبتين مع بعض. ايوه بتبقى عشان ممسوكين مع بعض. الكراسي نفس الكلام قاعده وضهر. تمام. وده بقيه الفشتكه اللي هو ده الكابوتونيه ب 75. انت ده قلت لي بدايه من كام الطقم؟ الطقم بيبتدي من 600 جنيه. تاخدي 8 كراسي وكنبتين، صح الكلام؟ بالظبط. عشان القعده والظهر. ده ايه يا احمد؟ ده ايه الخامه دي؟ خامه كتان برضو، المتر بتاعها عامل 50 جنيه مفروشه في الارض. 50 جنيه. ده الدك، الدك بالوانه. خامه تقيله. تمام، بكام الخامه تقيله؟ 45 جنيه. 45 جنيه الدك ده. ماشي. ايه دي؟ ستاير نص؟ سواين بقى افردها كده. تنفع مفرش للسفره. لو هي من هنا نفس الشغل اللي تحت. جماعه الاطراف بيعملوا ستاره على قد الشباك بالظبط. على قد الشباك بالظبط. هو ده الستايل بتاعه. هو ده الستايل بتاعه. المتر بكام بقى؟ 70 جنيه. ب 70 جنيه دي؟ انا قلت 70 جنيه. 70 جنيه ماشي، ده 60 جنيه. خلاص خلاص معلش. انت بتقول للراجل ب 70، ده كده ب 60 جنيه. ده اللون ده واللون الجري. ده اللون ده اقول له كشمير ولا بصل؟ كشمير. ماشي، واللون الجري. مش الشكل ده يا جماعه. اللي عندها بقى ستاره تكون نص كده وعايزه شكلها شيك تاخد من دي. ده ب 100 جنيه. بصي دي ستاير ب 100 جنيه. بصي دي لون جراي، وده اللون ايه؟ السماوي. لون سماوي ب 100 جنيه برضه. بصي الشغل بتاعها من على قرب. بصوا بقى على النبيتي، كل دي كده ستاره 3 متر. 3 متر عرضها 3 متر والمتر ب 100 جنيه. ده الظهر بتاعها. احلى حاجه ان الوانها كتيره ما شاء الله. بصوا دي السكري جري رسمه تاني. دي ستاير. بصوا يا جماعه ده كتان ديجريديه، يعني جاي بغامق من تحت على فاتح شويه من فوق على افتح خالص فوق خالص. بصوا ده اللبني جاي برضو على افتح فافتح خالص. الكشمير نفس الحوار. الديجريدي بتاعها الزيتوني نفس الحوار فافتح خالص فوق. اللون البني بس بني هادي قوي. لون كشمير شكل تاني بخط فوق كشمير ولا ده جري؟ ما كنت ماسكه ايه كشمير، حوليت انا. الرمادي ده جري، ده فراني. وادي افتح شويه بعد كده افتح خالص، ده جري. متر ب 120 جنيه عرض الستاير دي 3 متر. وصلنا لغايه الستاين ده، قصدي القطيفه. القطيفه ده التركي. دي التركي يا باشا. دي بقى اللي عرضها 3 متر. اتقل وزن واقف القطيفه في السوق. ايه يا باشا؟ بكام بقى المتر يا احمد دي؟ بكام دي؟ دي ب 120 من التوب. ب 120 من التوب. بصوا ده لون كشمير ده هادي قوي.
والله انا جات لي فكره كده ان يتعمل مفرش سرير، بس ما اعرفش مين بقى يرجح معايا. تعمل مفرش سرير هيبقى حلو قوي، يتحط عليه جبير لون اللافندر اللي بيقلب بجري. يعني لافندر ويقلب بجري؟ انا شايفاه جري. بص الظهر اهو لافندر. اه لافندر وبيقلب بجري، ماشي. اللون ده مش هتلاقيه كتير، السكري قوي ده. ادي حته كشمير اهي، دي كشمير. عندك بقى الفاتح وعندك الغامق. عامل ايه؟ اه هو كده باين قوي انها لافندر فعلا مش جري. ده لون الكافيه، وده درجه وده درجه ان شاء الله. ده الكافيه ده البيش، حلو قوي دي. الخامه بتاعتها جميله، الفرنساوي دي ولا التركي؟ تركي صح. اه دي خامات يا باشا، اتقل خامات. ودي ايه ستان؟ 50 100% بلاك اوت. الظهر بتاعها اهو بلاك اوت. بلاك اوت امريكي 100%. مفيش الا اللون ده ولا في الوان تاني؟ في الامريكي اللون ده. تمام. عامل 120 جنيه. 120 جنيه. ده نوعه ايه ده؟ ده بتاع صالونات، ببيعه ساده مع الصالون. اه حلو قوي، ساده مع الصالون، يتعمل مناديل برضه يبقى حلو قوي. بالنسبه للناس اللي بتجيب بيضات صالون وعايزه تعمل معاها مناديل او كوشن. لا بقيت البلاك اوت بكام؟ ب 100 و 120 عرض 3 متر. يعني ده كده ابن ابو 100 ولا 120؟ خامه نضيفه بتاع ب 100. اه يعني ده ظهره مش وشه. وشه وظهر من الاثنين زي بعض. اصل دي اللي فيها لمعه حلوه قوي دي. ده البلاك اوت 120 برضه ب 120 عرض 3 متر. هو ايه ده العرض واحد ده؟ ده بلاك اوت يعني، ده البلكونه حلو قوي، ما يخليش المطره تيجي عليها. متعتين 100%. حلو قوي، وممكن داخلي. بس ده عرض واحد مش عرضين، التاني كان عرضين. سعره كام؟ ب 60 جنيه. ده ب 60 جنيه؟ 60 جنيه. بس عرض واحد، ده اللي ظهره مشمع. تعتين برضو، وفي نفس الوقت ممكن تاخديه. البلكونه حلوه قوي في الشتا ده، مطره تنزل عليه تزحلقه على طول. في اللون منه الجري ده واللبني، وب 60 جنيه. ده عرض واحد زي ما قلت لكم، العرض عرضين ب 120 جنيه. بقى براحتك وقول الخامه دي، لان انا شايفاها مختلفه شويه. بصوا دي بتاعت ايه؟ دي الباندا المستورده اتقل خامه، اسمها باندا. اه بصوا الدار بتاعها، وادي السمك بتاعها، وادي تنجيد. الجمله خامتها حلوه قوي، ب 280 جنيه وب 300 جنيه الجمله. في الجمله، في الجمله. لا اللي هيجي ويسال على الباندا ديت يسال قبل ما يشتري. حلو. يسال على سعرها قبل ما يشتري. الباندا اسمها باندا، ودي برضو اسمها باندا ولا حاجه مختلفه؟ دي عامله، انا شايفه ان دي فيها وبره كده اهي، انما الثانيه دي ما فيهاش وبره. بصي اهي دي تنجيد، انا عجباني قوي الخامه بتاعتهم صراحه، تحس انها فخمه كده وبتاعت ركنه حاجات حلوه قوي. ترندات لسه نازله حاجه جديده ما شاء الله، لسه بتتباع في الجمله. بصوا الخامه بتاعتها، والله العظيم ما وصفت. لو جيتوا هنا ومسكتوا الخامه هتعرفوا ان دي بتتعمل بيها احسن الركن في اماكن فخمه جدا، والالوان حلوه قوي بتاعتها. ده لون يعني المنت بس فاتح شويه، مش هقول عليه بيبي بلو. ده اهو الوانها حلوه قوي، السكري جميل، الفراني حلو قوي، الاوف وايت، الكافيه. بس دول خامتهم غير دي خالص. في ايه بقى اللي تحت ده؟ اللي تحت ده زيهم برضو يا احمد. اه ده جميل قوي، دي مضلعه، حلوين قوي. سعرها زي ما قال لكم في الجمله عامله كام؟ هو عنده اقل من كده. ده كتان؟ كتان. لا اللي فوق دي ايه؟ دي جلد مقلوب. دي جلد مقلوب. أول خامة، أول خامة، أول رسالة نزلت في الجلد المقلوب. أول رسالة. أحلى كلام. المستوردين اللي عرفوا الكلام ده. آه. حلوة أوي الخامة بتاعتها. في خامة في التقل ده؟ تقيلة. الجلد المقلوب؟ لا. تمام. لا عشان ما أكدبش. ده الكتان بقى. عندنا كتان معالج ضد الأتربة. آه. تمام؟ آه. وضد البكتيريا. حلو. ده كلام المستورد بتاعه. جميل. عندنا الوانه، عايزه ادخل جوه القماشه كده عشان اعرف الانسجه بتاعتكم دي، ابينها لهم حتى اهي. بصوا الجمال بقى بتاعت ال ست الوان بتوعه. ست الوان ما شاء الله، يعني كل ده كتانات، يعني كل ده كتانات. بصوا اهي كل ده كتان، انا داخله لكم جوه الغرزه. ده سعره كام يا احمد؟ سعر مفضل
سعر مفاجأة. بقول لك شغل تمام. لسه بيتباع، لسه ده برضو جلد مقلوب لسه في الكم. ده تبع الرسالة اللي فوق ولا هو اللي فوق ده؟ عطيفة تركي. دي عطيفة تركي؟ عطيفة تركي. دي مش هتعمل ستاير؟ لا بس تنجيد. تنجيد مش هتعمل ستاير. أعلى من الجلد المقلوب. أعلى من هي باينة أهي الخامة بتاعتها. تمام. ده بقى إيه التركي؟ دي عطيفة تركي. بس ده عرض واحد؟ عرض واحد. إحنا صورنا بره العرضين. بصوا الخامة. جميلة جدا. بصوا الظهر بتاعها. عاملة زي الهمر بس مش همر. العطيفة التركي باينة والهمر باين. الخامتين الله حلوة قوي. دي ايه دي؟ دي عطيفة مطبوعة. تمام. معاش ماتشنج بتاعها السادة؟ تبقى حلوة قوي للعسل او البنيات دي. ده كده في الماتشنج بتاعه وده كده في الماتشنج. ده كده الماتشنج بتاعه. بصوا ده قمر يعني ده وده ياخد الماتشنج اللي في النص ده بالظبط. ودي حلوة قوي دي برضه بيمشي معاه الاسمر. حلوة قوي قوي دي. دي كده مع دي لو اكبر العسل ممكن تمشي مع ديت يا اما تاخد درجة فوق. لا بسم الله ما شاء الله الاشكال تحفه. بصوا ده الاسمر ومعاه ده المتر بكام ده؟ يعني ممكن تمشي معاها الاورنج وممكن تمشي معاها الاسمر. ودي دي تمشي معاها التركواز ده. المتر بكام طيب من دي؟ ظهرها ايه اصلا؟ ظهرها نسيم. 50 جنيه عندي بس خامه حلوه قوي قوي قوي. تبدا من 50 جنيه. تبدا من 50 جنيه خامتها جميله باذن الله. الشغل كله مصطفى منقوش وساده. منقوش وساده بيبدا من 50 جنيه. بيبدا من 50 جنيه باذن الله. حلوه قوي. لفافه تفيت السكر دي. لفافه تفيت السكر دي بكام يا دي؟ ب 75 جنيه. من 75 جنيه ماشي. وريني انت عايز تبينها يعني انها ميد ان تركي. الشغل اللي بنقول عليه تركي تركي واللي بنقول عليه صيني درجه اولى بنقول عليه صيني. تمام. تركي يا جماعه بصوا هوريها لكم وهي مفروده بره اهي يا جماعه. شكلها ب 120 جنيه المتر. بصوا زي الكبير جاي منها ثلاث الوان. هي دي اصلا لبني ولا جراي؟ دي وافع على لبن. لا ده انا شايفاها فراني. بصوا شكلها حلو قوي. ايه ده كنارها؟ بصوا ده كنارها. الشغل بتاعها اهو. بصوا الشغل بتاعها جميل قوي. بصوا الكنار بقى اللي هنا كلها كده حلو قوي. اللي عندها ركنه اوف وايت او اسود. بصوا الشغل بقى من على قرب قمر. ماشي. الله ده الجولد بتاعها حكايه حكايه. موجود الاوف وايت حكايه. الجولد بتاعها ما شاء الله. لا جميله جدا. بصوا جمالها. بصوا الكنار برضو بتاعها. الكنار اهو وادي كنار وتمشي كده بالشغل بتاعها ده يا جماعه. بصوا شبكه شبكه مش طول. حلو قوي قوي. طب بقول لك ايه البواقي؟ البواقي عندك بره بكام؟ ب 50 جنيه. ب 50 جنيه اي متر؟ أي الله متر. حلو قوي. بقول لك ايه زبونه خدتها.